ماشي يلا يلا زيه بس البر البلدي بتاع الكنال كده ده البر البلدي ده ايامه خلي بالك ايام البر البلدي بتاع الكنال البر دوت هنتكلم لكل مشاهدينا ولكل متابعينا ومتابعين موقع مصر تايمز الاخبار مساء الجمال. احنا معاكم من سوق السمك المطور في محافظه بورسعيد واظن التشكيله كاننا بنتفرج على لوحه فنيه. يعني الناس هنا مش بيعرضوا السمك بشكل عادي، يعني انتوا شايفين المشهد بيقرا نفسه حاجه جميله جدا. رصه السمك نفسها تخلي عينك تلفت انتباهك، شكل الالوان وهنقول ايه منتجات جميله جدا، كل حاجه بتخرج من البحر بلون معين، الرصه نفسها تحفه. هنقرب بقى ونسال على الاسعار ونرحب بحضرتك. قبل اي حاجه الاول بنرحب بيك على شاشه مصر تايمز. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام والله. اسمك؟ مصطفى الدولي. مصطفى الدولي. طيب حضرتك عايزين بقى ايه؟ ده اسمك اصلا؟ لا يعني. انا شغلتي مصطفى. حضرتك الدولي. انا اسمي مصطفى صالح. شغلتي مصطفى الدولي. ماشي. نقول الدولي بقى عنده اسعار شكلها ايه؟ لا الاسعار عندها حلوه، الحاجه كلها فريش. عندك كرماري ب 200 جنيه. ب 200 جنيه البلدي ب 250. وعندي من الحد من 150 لحد 200. يعني في من 150 لحد 200. وخلي بالك ممكن الواحد ياخد بالحبايه، لو عاوز حبايه ربع كيلو اي حاجه عادي. ممكن تاخدي مثلا جمبري، مثلا تاخدي مثلا خمس جمبريات مع خمس كرماريات وتقشرهم كده وتعملها محشي. محشي ازاي؟ انا بصي الحمد لله من 10 سنين بعمل الموضوع ده. اللي هو ايه؟ بتنضفيها كده، بتنضفيها وبتحشيها بالجمبري كده. بتحشي الكاليماري بالجمبري، بدل ما تحشيها مرته تحشيها بالجمبري، تبقى كلها في الصور. الصور جامد جدا. والجمبري كمان لازم يكون مبطرخ كده. ان شاء الله. يعني الجمبري بص الجمبري كله مبطرخ اهو. مبطرخ؟ الجمبري مبطرخ بالبطروخ بتاعها كده في الكرماري، بيبقى كلها في الصور. في جمبري مبطرخ يا جماعه؟ في جمبري مبطرخ، في الجمبري الابيض وفي الجمبري الاحمر الفراوله. فعندك كمان البوري البلدي. البوري البلدي كده ما شاء الله اليومين دولت صراحه له ب 120 جنيه. البور ده كان ب 160 جنيه خلي بالك، هو اليومين دول الموسم بتاعه بتاع الكنال. فيرخص. يرخص وما شاء الله بصي احمر كده. ما شاء الله ريحته اصلا ما شاء الله. يعني ريحه السمكايه، ريحه السمكايه بحر. اي حد يشم السمكايه ريحتها بحر. عندي السبيت هنا ما شاء الله متنضف لحمه صافي. السيبيا. ب 200 جنيه. ب 200 جنيه. النص ب 200 لحمه صافي بمام كيلو، بدل ما اجيب كيلو ب 300. لما بتنضفه بيبقى نص كيلو. تاخده نص ب 200 احسن، ب 200 جنيه. ب 200 جنيه احسن كده، احسن بكتير. عندك روتين الموسى بصي يعمل له بتاع 6 5 4 وعندك روتين موسى مبطرخه. مبطرخه؟ مبطرخه بالواحده ما شاء الله. الحمد لله انا عندي صيف وشتاء. روتين مبطرخه؟ مبطرخه بالواحده. طبعا بطرخ كده وبتسيبيا، بطرخ وبتسيبيا. بصي وده بوري. ده بوري ده بلدي. ده ايه؟ لا دي طبارة. بوزها ما انا بقول لك ده طبارة. انا بقول لك ده طبارة وده بوري. دي الطبارة. نقول للناس بقى الفرق بينهم. الطبارة خلي بالك ديت في الشوي رفيع. بصي بوري قريب. بصي الافضل في الطبارة بتبقى مشوي في الشوي، والافضل في البوري بيبقى سنجاري. السنجاري عشان يعني ده مشوي وده سنجاري. وعندك البطارخ. بصي البطارخ الصفرة ديت. الصفرة دي اللي بتبقى طازة. البطارخ اللي بتبقى مسودة دي يعني الموسم البطارخ خلاص. لا خلاص بس انا بخزنها. بخزنها وبحافظ عليها، بطلعها كده ما شاء الله صفرة. للطواجن ال دي بتتشوى زبدة. بتتشوى زبدة وبتتعمل بسبوسة وبتتعمل خلطة. انا بسبوسة دي ما الناس ما تعرفش، عرف الناس. بسبوسة دي بتبقى دي عندنا في بورسعيد اللي هي مهروسة. المهروسة. مهروسة بتبقى بسبوسة كده بالزبدة. وممكن تشويها بالزبدة سليمة زي ما هي. وممكن تعمليها بطارخ وسيبيا وجمبري. هو مع بعض كده اهوت مع بعض كده مع الجمبري تاجن صوص ابيض بتبقى جامد قوي. ممكن تحط معاه. بتطبخ عندك برضو الحاجه اللي لما يجي لك حد وعايز يعمل مثلا على قد احتياجه هياخد 2 كاليماري على 2 سيبيا. انا الحمد لله كم جمبري. بص الحمد لله بفضل الله اكبر مطعم في السوق، اول مطعم مفتوح في السوق مطعم مصطفى الدولي. طب انا بتكلم يعني عليك. انا عندي مطعم تجهيز في الظهر هنا. يعني بتجهز للناس؟ عندي تجهيز لوحده والسمك لوحده، ده بيوفر للزبون كتير.
يعني على... بتعملهم تخفيضات. تخفيضات. عايزه بس اسالك في حاجه اهم. انا شايفه ان ده موجود في السوق كله، معظم محلات السمك في السوق كلها برضه ليهم مطاعم بيطبخوا للناس. لا هو بيتقاولوا مع مطعم، بيظبطوا مع مطعم. انا الحمد لله فضل من عند ربنا، انا عند المطعم بتاعي تجهيز ده برخص للناس. برخص بقى ازاي؟ يعني ممكن اجيب لي زوم مثلا سمكتين من دولك كده بوري. طب سمكتين يعملوا كام؟ نص كيلو مع واحد رز مع واحد سلطه. بس نقول الاسعار عشان الناس يمال. انا اقول لك السعر. لو اخذنا سمكتين من دول، سمكتين من دول نص كيلو واحد رز واحد سلطه ب 100 جنيه. وممكن تاخد بس ايه شبرايه كده بلطايه. بلطايه شبرايه بلطي. استنى البلطي اصلا كيلو كام؟ البلطي كيلو ب 80 وب 90. بص احمر كده وطازه كده. ممكن تاخد واحده بلطي مقليه. واحده بوري مشويه. بوريه مشويه من هنا. واحد رز واحد سلطه ب 100 جنيه. ده لو انت جبتهم من مطعم تجهيز او خدتهم تجهزيهم هيبقوا ب 130. هيعملوا عروض. حلو قوي. طب ما تيجي بقى نتكلم على اللون الاحمر الكلاسيك الانتباه. ده البربون الفراوله ده. بس البربون ده مش بلدي. بصي البربون ده الفراوله. ده مش بلدي. انا بقول لك ده مش بلدي. ايوه البربون ده. البربون ده الفراوله دوت ما شاء الله. انا بيجي لي البلدي وبيجي لي دوت. البربون ده بتاع ده ناسه عشان ده كبير شويه. في ناس بتبقى عايزاه كبير. ايوه البربون بتاع اسكندريه حاجه ما شاء الله برده حلو. وده البربونه بطنها مش مفتوحه تبقى طازه. عشان البربونه ما بيستحملش. تمام. اول ما يتلاقى بطنها مفتوحه تبقى بايته. تبقى بايته. تبقى بايته. عارفه. تمام. ما يبقاش لونها اورنج كده. ايوه. بصي ده برده بربونه برده ما شاء الله احمر بتاع العزبه. ده بتاع العزبه ده. ده برده بيبقى عزبه البرج بتاع دمياط. عندك الدنيس ما شاء الله. طبعا ده في بيض السيبيا. بيض السيبيا لا مؤاخذه ده. بيسموه. بصي فضل من عند ربنا انا بحب اجيب كل حاجه موجوده عشان تبقى متاحه للزبون. عشان النهارده عايز يعمل طاجن ياخد من ده ومن ده ومن ده ويعمل طاجن على ممكن ياخد بيض سيبيا. ممكن ياخد بطارخ. بيض سيبيا مع بطارخ. ممكن ياخد معاهم جمبري. جمبري. ممكن ياخد معاهم سيبيا. طاجن ميكس 4 في 1. يبقى فيه كل ده. ويبقى ده معقول لان انت واخد اعداد قليله. خلي بالك ده اصلا بتاع العرسان. يعني ان شاء الله اي حد مثلا بيجي لي عريس ولا حاجه بديله طاجن الميكس ده. ده اسمه القنبله. بيكسر الدنيا بتاع العرسان. سعره كام بقى؟ يعني ممكن اعمل له الطاجن مثلا بيبتدي من 200 جنيه. 200 جنيه. من 200 جنيه لو انت طالع حسب الكميه. حسب الكميه. وعندي الدنيس. الدنيس بقى بصي الدنيس اللي من دول. الدنيس اللي من دول ما شاء الله سعره حلو وحجمه كبير يعني ممكن حبايتين كيلو. ده بيبتدي من 200. بيبتدي سعره حلو من 200. مش اقل من كده. بصي الدنيس البلدي بيبتدي من 200. الدنيس بتاع المزارع بيبتدي من 120 ل 150. تمام. عشان برضه الناس تبقى عارفه. الدنيس 120 ل 150 ده بتاع المزارع. لكن ده البلدي. النبي. ما شاء الله. عشان برضه الزبون يبقى عارف. بصي وده الهليلي ده. الهليلي دوت احلى من السهيل. ابو حلقه دهب ده. ب 100 جنيه. ايوه دولي. دوت بدل ما الناس تجيب سهيل 300 تجيب ده ب 100 جنيه. احسن بكتير واوفر ونفس الطعم. وعندك برده ما شاء الله برده الغوتان الموسى اهيت. تمام. وده الدنيس الوسط اهو. بص ده الدنيس الوسط اهو. ورينا. بصي ده حاجه ب 150. ده ب 150 اصغر شويه. كل ما يبقى اصغر. كيلو فيه كام واحده؟ كيلو فيه 6 ولا حاجه. 6 حبات. حلو ده معاك. فعندك الشبار الجوابي اللوز ده. جوابي لسه. بصي. جوابي ده. بصي. ده سبب المقاطعه. ما شاء الله. وب 100 جنيه بس. ب 100 جنيه بس. ب 100 جنيه. فين بطرخ؟ من ده على ده. ده من ده على ده. في الوقت ده. من ده على ده. بس هو السمين الوقت ده بيبقى احلى بكتير. بصي الشبار بتعرف طازه ان هو بيلمع كده. شكلها بتلمع كلها. مش محتاج يتفتح خرشوم. ما شاء الله. تعالى بص برده عندي البكلاويز الاحمر اهوت. بقى الجمبري بالمتر يا كابتن. تعالى ما شاء الله. اهم حاجه تصلي على رسول الله. تعالى البكلاويز النهارده ما شاء الله. البكلاويز. البكلاويز. ده البكلاويز دوت ب 80 جنيه بس. ده اللي بيبقى ب 150. ب 80 جنيه عندي كل يوم. فده البكلاويز مقفول كده تعرف اللي هو طازه. اول ما البكلاويز يفتح تعرف اللي هو بايت. الزبون مش محتاج ان هو بيفتح. لا بيفتح ديت خالص يبقى بايت. لكن بيفتح يبقى حي كده. بص تعالى بص اهو كده يبقى طازه اهو. عندي السردين ما شاء الله. السردين ب 100 جنيه بس صغير. الصغير ده انا عامل عليه عرض 80. لا بيجي له الصبح سردين كبير بس هو خلص. يتعمل بتاع مالي. لا لا ويتعمل انت متملح. يتملح. يتملح وفي المال سمين. حلو ده. خلي بالك ده سمين ده مفيش شوق. سمين عشان انا بص السردين ما شاء الله. بص ما شاء الله. بصي حقك بتاكله ناي. بص ده في ناس بتاكله ناي. انا بسمع ان حقك الكلام ده حقيقي. بصي فص ابيض ومحمر اهو. فعلا اشمعنى السردين ناس بتاكله ده كله اوميجا 3 زي الجمبري بالظبط. احنا شايفينها هي يعني اشمعنى الكلام ده. زي الجمبري. ايه طب الجمبري. تعالي بقى تعالي اتفضلي تعالي. تعالي ما شاء الله. عندك الجمبري بصي يا جماعه انواع. ده الجمبري الفراوله اهوت. الاحمر فراوله 250.
ده احمر الفراوله ده كله مبطرق. تمام. عندك جمبري السويس اهوت، هاتهولنا بقى عشان انا واقفه بعيد. عندك جمبري السويس العسل اهوت، ده 300، ده جمبري كبير فرق الحجم. تمام تمام وكبير و300. اه عندك ازاز؟ عندي جمبري ازاز، كل حاجه موجوده. عند الازاز ب 250. عندك ده جاي وشكل مش الهيئ ب 250 بس عشان مش كبير. اه خلي بالك ابو نوره السيد العباسي من اقدم ناس يسوق السمك بتاع الكنار ابو نوره. بصي بقى الدنيسيه دي قد ايه؟ بصي حبيتين كيلو. حبيتين كيلو واحدة نص كيلو. ما شاء الله بلدي كده. اه لا ده عامل 300، ده حبيتين كيلو. ده بيتباع ب 400 جنيه في مصر. في القاهرة ب 400 جنيه. عشان كبير. اه ودي السمكية دي في المطعم بتعمل 300 جنيه في أي مطعم. لو اتاكلت لوحدها. لوحدها ب 150 جنيه بس. اه. نص الساعة. كويس. أخبار اللوب؟ اللوب بلدي برضو ما شاء الله اهوت. اه. لوت عندنا بلدي وطازة كده، بصي. سمك بيلمع كده. اه. بكام بقى؟ معالي. تيجي معالي عاملة إيه؟ بكام اللوت؟ اللوت عندي 160. 160. اه بصي اللوت بيبتدي من 120 ل 160. 120 بيبقى مزارع. اه. 160 بلدي. بص اللوتيه ما شاء الله كده، بص بتوحد الله بتوحد الله كده ما شاء الله، حاجه جميله يعني. بقول لك مش والله الناس معلقه ده ورا جنبك ده عايز ورا جاي لك اهو. بس البوري ده عملت ايه؟ ده البوري ده ب 160 جنيه بس، حبيتين كيلو. اه ده بيتباع في اي حته ب 200. بكام؟ ب 160. ده الحبيتين كيلو ما شاء الله. وده بعمل على عرض يوم الخميس والجمعه ب 150. طب حلو. 150 يوم الخميس والجمعه. جميل. شكرا ليك. طبعا لكل مشاهدينا ومتابعينا. اه الكابوريا قبل ما نقفل صح، استنى نوري الناس الكابوريا، وريهم الكابوريا. بص الكابوريا مبطرقه بالواحده اهي ما شاء الله، بيقولوا عليها مانجا. اه مانجا ما شاء الله. عليها مانجا ليه؟ مانجا عشان البطروخ اللي جواها ده. مانجا وفراوله. مانجا وفراوله. مانجا وفراوله عشان بتبقى حمراء كده. بصي دي ب 100 جنيه بس. ب 100 جنيه الكابوريا الحجري. دي كابوريا حجري اهي. اه اللي هي بتبقى مبطرقه. اه الحجري دي ب 100 جنيه. تمام. في عندك اللي هي بتبقى، وعندي اللي مش حجري برضو، عندي دي وعندي دي. بكام دي؟ بتعمل مطرقه بتعمل 150 ل 200 حسب الحجم. اه تمام. وعندك اللي هي بتبقى ديكوره زرقاء. اه بس النهارده ما جتش. اه بس بتبقى من 40 جنيه لحد 80 جنيه. طب حلو معقول. بصي كل حاجه موجوده كده ما شاء الله. لا يا بصي ايامها كمان اللي جايه دي الشتاء. اه الكابوريا كل ما بتكبر بتبقى في الشتاء. بالشتاء. اه كل ما بتبقى وسط ما بتركب الواحده بتبقى صيف. برضه معلومات للناس المشاهدين عشان ما يجوش. انتوا نورتونا. اتفضل. شكرا ليك. اتفضل دي ثانيه امسك المايك بس. لكل مشاهدينا ومتابعينا زي ما احنا معاكم كده عملنا رصد لكل اسعار السمك والشكل السمك. احنا من داخل سوق السمك الحضاري، المشهد قدامنا بيقرا نفسه. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. احنا عندنا السوق دايما يبتدي يتزحم من بعد الساعه 1 الظهر. احنا رصدنا اسعار السمك ولكل حد عايز يجي يشتري. انت مش شرط خالص تشتري كيلو على بعضه من نوع، حتى لو هو غالي قدامك ممكن تشتري بالحبايه، ودي الحاجه اللي احنا كنا عايزين ناكد عليها. انت ممكن تشتري سمكتين على جنب كام جمبريايه، على اتنين صبيت، وعلى قد امكانياتك وتدوق كل حاجه. مفيش مثلا يقول لك لا مش هنبيع لك الا بالكيلو، الكلام ده في سوق السمك كله. تشتري الكميه اللي تناسبك انت واسرتك وبالاسعار اللي تناسبك. تعالوا بورسعيد واستمتعوا باجمل سوق من اسواق السمك في جمهوريه مصر العربيه. كنا معكم بالبث المباشر وكانت معكم شيماء الرئيس.